موجز الأخبار مشاهدينا الكرام من تن من القاهرة، أهلا بكم. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تقوم بتطبيق القانون بكل حسم مع أي مخالفة لتعريفة نقل الركاب المقررة أو رفع أسعار اسطوانات البوتاجاز في المستودعات، مشيرا إلى أن هناك تكلفات للوزراء والمحافظين والأجهزة المعنية بتكثيف حملات مباحث المرور والتموين وتواجد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من توافر المنتجات البترولية المختلفة خاصة اسطوانات البوتاجاز وإلزام جميع السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة، مشيرا إلى تواجد قنوات تواصل مع المواطنين لاستقبال الشكاوى بشأن أي مخالفات أو تجاوزات. قام مديرو الأمن بالمرور على مواقف سيارات الأجرة وسيرفيس للتأكد من انتظام حركة نقل الركاب والتزام قائدي السيارات بتعريفة الأجرة المقررة والتصدي لمخالفات زيادة تعريفة الركوب. كما شن رجال المرور بالمحافظات حملات موسعة بالمحاور والطرق الرئيسية وبمحيط المواقف ومحطات الوقود لمنع استغلال السائقين تحريك أسعار السولار والبنزين لرفع تعريفة الركوب. هذا وقد كثفت الأجهزة الأمنية الخدمات الأمنية والمرورية بمحيط محطات الوقود والمواقف لضبط ما يقع من مخالفات. تفقد محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي مواقع انطلاق أسطول الأوتوبيسات وسيارات المينيباص والميكروباص الذي تم تجهيزه في إطار حرص المحافظة على انتظام حركة نقل وتوصيل المواطنين وخاصة الطلاب والطالبات والعاملين بالمواقع الخدمية، وذلك بمختلف خطوط السير بالعدد الكافي وبالشكل المطلوب. وأكد اللواء حجازي بأن الجولة الميدانية تهدف للتأكد والاطمئنان الكامل على جاهزية واستعداد هذه المركبات الكامل للتدخل السريع ودعم وتسيير حركة المواصلات والنقل الجماعي للمواطنين بمختلف المناطق والأحياء السكنية. أصدر وزير التموين علي المصلحي قرارا وزاريا بتعديل تكلفة إنتاج الخبز المدعم، وذلك تنفيذا للقرار الذي أصدره رئيس الوزراء بعد تعديل أسعار الوقود. وتضمن القرار تحمل الحكومة فارق سعر السولار بما يضمن تثبيت سعر الرغيف للمواطن عند 5 قروش، على أن تقوم هيئة السلع التموينية بوضع باقي تكلفة إنتاج الخبز في الحسابات البنكية لأصحاب المخابز بعد خصم 5 قروش التي يقوم المواطن بسدادها مقابل كل رغيف يحصل عليه. استشهد شاب فلسطيني اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة للتظاهر في إطار مسيرات العودة. وقال مدير قسم الاستقبال والطوارئ في مجمع الشفاء الطبي أيمن السحباني إن جثمان شهيد فلسطيني وصل إلى مجمع الشفاء الطبي في منطقة كاري شرق غزة وتم التعرف على هويته. قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن هدف العملية في الحديدة تغيير آفاق الحل السياسي. وأكد قرقاش أن العملية العسكرية في الحديدة تسير بوتيرة جيدة وأن الهدف الاستراتيجي منها هو دفع الحوثيين للرضوخ إلى الحل السياسي، مشيرا إلى أن الحديدة كانت مصدر تمويل للحوثيين من خلال سيطرتهم على الميناء. وأشار قرقاش إلى أن قوات التحالف العربي حذرت في تقدمه العسكري ولا يتحرك بصورة عشوائية إلى المناطق المكتظة بالسكان. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مغلقة حول تطورات الأوضاع في اليمن، يدلي خلالها المبعوث الأممي الخاص مارتن جريفيث بإفادة يحيط خلالها أعضاء المجلس علما بتفاصيل خطته الشاملة للسلام في اليمن. يأتي هذا فيما أشارت مصادر أممية أن محادثات جريفيث في صنعاء مع ميليشيات الحوثي بشأن الحديدة لم تفضي إلى أي تقدم، وأن قادة الميليشيات رفضت الانسحاب من ميناء الحديدة وتسليم لإشراف أممي. ندد السياسي الكردي البارز صلاح الدين ديمرتاش المرشح للانتخابات الرئاسية القمعي للحكومة التركية، ذلك قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى نهاية الأسبوع المقبل، وفي مقابلة تلفزيونية من داخل محبسه. قال الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي إن حزب العدالة والتنمية يخشاه، منددا بالنظام القمعي لأردوغان. إذن مشاهدينا، ختام الموجز، إلى اللقاء.